العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تحدث أيضا في ذات الإطار عن أنه عندما يفكر في التحديات التي أمامه فهي لا تقارن بما أمام الرئيس المصري من تحديات، ونحن جميعا كما قال جلالة الملك نحتاج إلى مصر، والرئيس السيسي يحقق الاستقرار ويحقق القوة لبلده. إذن فهناك توافق بين الزعيمان بين الزعيمين في قضايا عدة فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة بهدوء، ولم يتحدثا عن أي دولة أو شعب عربي إلا بالخير، ويقفان دائما في صف احترام اختيارات الشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل المستمر على رأب الصدع والارتفاع والارتقاء فوق الخلافات. ولو تحدثنا عن التنسيق المستمر بين مصر والأردن فهو مفتاح التوافق الاستراتيجي بين البلدين. فعلى صعيد القضية الفلسطينية يمثل تطابق وجهتي النظر محورا مهما للسعي من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل وفقا للمرجعيات الدولية، وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية للتعامل بحزم مع التنظيمات الإرهابية والحفاظ على الدولة الوطنية بمؤسساتها وفي صدارتها الجيوش الوطنية. وفي القضية السورية تتوافق رؤى الدولتين في أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية. محور الاعتدال العربي وأهم بنوده الحوار والتقارب والتفاهم والتعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة لتظهر أمام العالم بصورة تعكس قدرتها وإمكاناتها للدفاع عن مصالحها وأهدافها في ظل المتغيرات الكثيرة التي يشهدها النظام العالمي. وهذه المحاور تدور في إطارها المواقف الأردنية المصرية. إذن مشاهدينا الكرام، كما نتابع مع حضراتكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لاستقبال الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي يحل ضيفا كريما وأخا شقيقا على جمهورية مصر العربية في لقاءاته الودية والأخوية فيما بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه اللقاءات المتبادلة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية فيما بين البلدين والدولتين الشقيقتين من أجل إكساب هذه اللقاءات الزخمة وهذه الزيارات التي تعطي زخما للعلاقات بين زيارته، بل في إطار العلاقات الأخوية التي
التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.